أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مَتَى فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون فاسأل الذين يقرؤون
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الغزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله.
الله العظيم.